هاي، ازيكم يا اصحابي. انا اميره من السنه بالنيوز مصر، واحنا النهارده عندنا مجموعه من الانشطه الفنيه والرياضيه والتعليميه من داخل المركز الثقافي بارض الجولف. تعالوا نشوف ايه هي الانشطه، تابعونا. الورق عشان اعمل كاب وعليها رسمه حيوانات جميله عشان البسها. انا عملت كاب عليها ديناصور عشان بحب الديناصورات جدا. انا عملت النهارده كاب هورس عشان انا بحب الهورسز قوي. عملت الكاب على شكل كروكوداي. انا عملت شكل حصان وكان جميل جدا ونفسي اشوفه في حديقه الحيوانات. انا عملت الكروكوداي وشكله حلو. واحنا بنعمل كاب بنعمل على شكل كروكوداي. تبقى الزومبا بخس وكنت ببسط فيها. الزومبا خلتني بنظم نفسي، جسمي رشيق وعندي مرونة. مفيدة جدا عشان بتخلي جسمنا رشيق ولياقة. البرنامج بتاعنا احنا بنتكلم عن 3D models، ان احنا هنعمل تصميم 3D في ويب سايت اسمه Tinkercad. عشان نشتغل عليه لازم نخش بالادرس ده www.tinkercad.com، وعلشان نعمل الديزاين عليه لازم يكون كل واحد يعمل اكاونت يعني حساب. فانا عشان اعمل موديل جديد او ديزاين جديد عايزين نستخدم Create New Design. طبعا احنا عارفين ان دي منطقه العمل او الوركينج اريا، منطقه العمل بتاعتك، ده مكان شغلك. هنا عندي في الناحيه اليمين دي مجموعه الاشكال، عندك البوكس سلندر، كل الحاجات دي مجسمه، بمعنى ان انت لو سحبت حاجه كده كليك عليها وشدتها هتشوفها في الثلاث ابعاد. اسم البرنامج Tinkercad 3D، وهعمل فيه ترابيزه وكرسي. علمني ان انا اعمل ترابيزه واربع كراسي. عملت ترابيزه وكرسي. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. انا عايز افتح حته من نوتة اللي هي توينكل توينكل ليتل ستار. اتعلمنا ومارسنا رياضة وكمان فنون. كانت معكم أميرة من السنة بالنيوز مصر. باي باي.